قد تكون المواجهات القبلية في ولاية النيل الأزرق قد خمدت لكن مؤقتا على الأغلب. نظرة على ولاية النيل الأزرق التي تحولت إلى اللون الأحمر وبنحو 80 قتيلا كما تابعنا، لكن المنطقة شديدة الأهمية وتقيم على قوة بركان متحرك، فهي ولاية حيوية جدا للسودان، تضم غابات على طول مجرى النيل الأزرق، أشجار تشكل ثروة مهمة ووازنة اقتصاديا وسياحيا أيضا، وبالطبع تحتاج البنى التحتية فيها لكثير من التطوير. الولاية تضم أيضا سد الرصيرس المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في السودان، إضافة لتخزين مياه نهر النيل الأزرق لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية. واشتباكات ولاية النيل الأزرق الحدودية مع إثيوبيا ليست الأولى، يشعلها النزاع على الأراضي والرعي بين قبيلة البرتي والهوسا، أكبر قبائل أفريقيا، ونتحدث عن عشرات الملايين المتوزعين على مناطق من السنغال إلى السودان. وبالطبع يرث السودان أزمة أشعل فتيلها أو لعب عليها عمر البشير طوال سنوات حكمه، عمد إلى تأليب الميليشيات القبلية ضد بعضها وخصوصا في أقصى درفور، فعلى ما تشتبك وتقتل القبائل. كما ذكرنا الأراضي والمياه الموردين الرئيسيين للزراعة والرعي، وهما الناشطان الرئيسيين في هذه المناطق. الهوسة لهم الحق في أنه يعني تكون لهم أمارة. كل الشيء اللي حدث نحن بنعتبره ما استهداف لقبيلة الهوسة، إنما استهداف لنسيج الاجتماع السوداني والذي يهدد الأمن القومي السوداني، وده اللي يجب في أنه نحن نتداركه جميعا في كل مكوناتنا. إذا لم نتدارك هذا الأمر ده الشيء اللي ممكن يؤدي إلى نحن نفقد السودان ذاته.